أعلن البنك المركزي عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي 205 ملايين دولار ليسجل 46 مليار و 941 مليون دولار بنهاية أكتوبر مقابل 46 مليار و 736 مليون دولار في سبتمبر السابق له. وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات البلاد من السلع الأساسية والاستراتيجية. أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، بينما مالت تعاملات الأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 82% ليغلق عند مستوى 31045 نقطة. وارتفع ايضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 1.8% ليبلغ 8203 نقاط. وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 1.6% ليبلغ 11445 نقطة. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بفعل ارتفاع الدولار بعد فوز مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة. ويعتقد المستثمرون أن إدارة ترامب ستعزز قيمة الدولار، حيث سيلزم بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم الذي قد ينتج عن فرض تعريفات جمركية واتباع سياسات جديدة قد تزيد الضغط على اقتصاد الصين، مما قد يضعف الطلب هناك. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.26% لتبلغ 74 دولار و 58 سنتا للبرميل. وتراجعت العقود الأجل لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.3% لتبلغ 71 دولار و 18 سنتا للبرميل. وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2% لتبلغ دولارين و 28 سنتا للتر، فيما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.73% لتبلغ دولارين و 74 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وصل نشاط القطاع الخدمي بمنطقة اليورو النمو لشهر التاسع على التوالي في أكتوبر، بينما ارتفعت طلبيات المصانع الألمانية بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر. وذكرت S&P Global في تقريره ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخدمية لمنطقة اليورو إلى 51.6 نقاط في أكتوبر من 51.4 نقاط في سبتمبر، ليظل أعلى مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع على التوالي. على صعيد آخر، كشف مكتب الإحصاءات الألماني زيادة طلبيات المصانع في أكبر اقتصاديات القارة العجوز بنسبة 4.2% على أساس شهري معدل موسميا، مقارنة بتوقعات ارتفاعها 1.5% فقط.